جرائم الكراهية والعنصرية ترتفع 5 أضعاف خلال أسبوع في بريطانيا بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، هكذا تقول صحيفة الاندبندنت البريطانية. تنامي حوادث العنصرية مؤخرا دفع الأمم المتحدة للتعبير عن قلقها. لا ينبغي أن يتم ترجمة التصويت من قبل بعض الأفراد الذين لا يتمتعون بالإدراك ويقومون بتصرفات غوائية ضد التجمعات الضعيفة، هكذا يقول مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. لذلك نحن نأمل أن يتوقف مثل هذا السلوك في وقت قريب. الصحفيون البريطانيون من أصول أجنبية لم يسلموا أيضا من تلك الحوادث، مثل تلك الصحفية من أصول باكستانية والتي تعمل في بي بي سي، والتي فوجئت بأشخاص في الشارع يلقبونها بالباكستانية. حوادث العنصرية وصلت في بعض الحالات إلى الاعتداء على المسلمين والبولنديين، وفي حالات أخرى بكتابة كلمات عنصرية، كما حدث على جدران مركز اجتماعي للبولنديين في لندن. language.